السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أبطال الشجعان، لاباس عليكم. مرحبا بكم جيت في قناتكم يا بيلك طفلي. اليوم إن شاء الله غنكملوا مع بعضياتنا تعلم الحروف الهجائية، ولكن هذه الحصة هذه غيكون عندها واحد الطبع خاص، لأن هذه هي آخر حصة في تعلم الحروف الهجائية. باش تعرفوا راسكم بأنكم أبطال وشجعان ومجتهدين، حنا استطعنا أننا نكملوا مع بعضياتنا الحروف كاملين وننتقلوا لدرس واحد آخر غادي يكون مفاجأة بإذن الله. يلا نبدأ مع بعض الحرف الأول في هذه الحصة اللي هو حرف الألف. ألف ألف، نعود مع بعضياتنا. ألف ألف ألف، مثلو مثلو أرنب أرنب. يلا نكتبو مع بعضياتنا أرنب أرنب. نعاودو مع بعضياتنا ألف ألف. يلا عاودو معايا، برافو حسن جدا. ألف مثلو أرنب أرنب. ننتقلو للحرف الموالي اللي هو حرف حرف الهاء. الهاء الهاء، نعاودو. هاء هاء هاء، مثلو مثلو هلال هلال. اكتبوها. هلال هاء هاء هاء، هلال هلال. جانا حرف الهاء في أول الكلمة، وكذلك حرف الألف تهو جانا في أول الكلمة. يلا نعود الحروف من أول الحصة. ألف ألف، برافو. ألف أرنب أرنب. هاء هاء هاء، هلال هلال. وصلنا نهاية الحصة حبيبي الصغار، إن شاء الله غنتلاقاو مع بعضياتنا في واحد النشاط غادي يكون زويون 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 بزاف. يلا نلتقاو في النشاط. وصلنا النشاط اللي كلشي تينتظرو، غنديرو النشاط مع بعض اليوم، غيكون عاوتاني نشاط مختلف عمرنا ما درناه. قرينا هاد الحصة حرفو الألف وحرفو الهاء، غنحاولو نديرو بحال هاد الحروف، ولكن غنديروهم بهاد القطع د الخشب، أو لا كانوا عندكم قطع بلاستيكية أو لا أي قطع تتلعبو بهم اللي يمكننا نركبوهم، غنديرو بها غنديرو بهم الحرف ديالنا. غنبداو بالحرف الأول اللي هو حرفو الألف، غنحطوه قدامنا باش نديرو بحالو. تمام، يلا نبداو مع بعضياتنا. غنجيبو القطع ديالنا ديال اللي غنخدمو بهم، قلت لكم أنا أي قطع عندكم غنستعملوهم. غنبداو بهذا اللي هو غنديرو حرفو حرفو الألف حرفو الألف. نحاولوا نضمهم مزيان باش يجينا الحرف بحال كيما عندنا قدامنا، نديرو بحالو حرف الألف. ها كنميلو هذا شي شويه، وهذا غنجيبوه بحال هكذا ونحاولوا نديرو بحال الشكل. هذا حرف الألف حرف الألف. دابا نحطو الألف حداه، وغادي نمشيو للحرف الثاني اللي هو حرف الهاء. حرف الهاء غنشوفو فيه ونحاولو نديرو بحال حرف الهاء.
غنحاولوا نتبعوا بحال هكذايا ونديروا الحرف ديال الهاء. ها هو الحرف ديالنا، حرف الهاء، حرف الهاء، حرف الهاء. وصلنا للنهاية ديال الحلقة حبايبي الصغار. نتمنى النشاط ديال اليوم يكون عجبكم ويكون ممتع. نحاولوا نطبقوا هاد الأنشطة بأي لعب عندكم في الدار باش نحاولوا رسخوا الحروف ديالنا. اليوم غادي تكون آخر حلقة في هاد السلسلة ديال تعلم الحروف الهجائية. إن شاء الله غنلتقي بكم في سلسلة أخرى، سلسلة جديدة تكون شيقة إن شاء الله. أشكركم بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة وعلى الاجتهاد ديالكم. حفظكم الله حبايبي الصغار. إلى اللقاء إلى سلسلة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.